المسؤول مواصلين معكم حتى للحديش ونص، لكن قبل ذي نذكركم 95 999 687 أسوام الكري في تونس باش تتفاعلوا معنا وخلينا نسمعوا آراءكم. كلام مسؤول، أهلا وسهلا ومرحبا من جديد أميرة أبو ستة. عسلامة لبنى من جديد وعسلامة للسادة المستمعين الكل. موضوعنا لليوم يهم السيارات الشعبية. أي هو نصوروا موضوع يهم التوانسة الكل على خاطر يسهل لهم حياتهم وتحركاتهم، وخلينا ما نطولوش عليهم لمزيد من التفاصيل باش ينضم لنا سي فتحي بدور مدير ومكلف بمهمه بديوان وزير التجاره وتنميه الصادرات. سي فتحي صباح الخير وشكرا انك قبلت تدخل معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الخير مرحبا بك وتحيه لك والى كافه مستمعي اكسبريس اف ام. يعيشك. سي فتحي خلينا نذكره بشروط التسجيل لشراء سياره شعبيه. ينجم يكون موضوع قديم جديد اما مش مشكل، خلينا نفكره. الحقيقة شروط التسجيل هي شروط بسيطة، لازم يمشي للمعني بالأمر، يكون شخصية معناها، يكون معناها شخص طبيعي، معناها ما تكونش مؤسسة، شخص طبيعي من جنسية تونسية للوكيل، ومعناها ويقوم بعملية تسجيل بمبلغ 5 دينارات ونسخة بطاقة تعريف، وينجم يسجل في أكثر من علامة. سي فتحي بدور، قديش توا أسعار السيارات الشعبية اللي عندنا؟ الحقيقه هي احنا الاسعار وقع تسقيف على مستوى وزاره التجاره، ما تفوتش معناها سعر اقصى 35,000 دينار، وهي تقريبا ما بين 28 حتى 35 تقريبا. وسي فتحي بدور، قداش عندنا من نوع في تونس من سيارات شعبيه؟ هو الانواع المتداوله خلال السنوات الاخيره تقريبا 11 وكيل، اكثر من 14 15 علامه، لكن المخرطين بالنسبه لسنه 24 هم 8 وكلاء ب9 علامات. اكثر من 15 علامه هكا تقريبا، اكثر من 15 علامه، وتم وكلاء اللي عندهم اكثر من علامه، وتم شكون عنده اكثر من 3 علامات معناها في السيارات الشعبيه اللي خدموا سنوات الفارطه معناها. هل فما هل باش يقع ادراج انواع جديده السنه المقبله ان شاء الله؟ هي انيشيتيف ياخذها الكونسيسيونير، معناها احنا اذا كان ثم علامات جديده مرحبا بها، معناها الحقيقه الى حد الان ان شاء الله ترجع ثم علامات عندها صدى عند التوانسه ان شاء الله ترجع. واحنا ماذا بينا اذا تتنوع العلامات باش يكون معناها الاختيار اوسع للمستهلك التونسي. سي فتحي بدور، قداش هي حصه السيارات الشعبيه اللي تم توريدها اللي تم توريدها السنه، وقداش باش تكون في السنه الجديده سورتو اللي احنا تفصلنا على السنه الجديده كانت 3 شهور؟ السنه البرنامج كان في حدود 10,000 سياره شعبيه كبرنامج معناها معناها للصنف هذايا من السيارات. المخرطين كانوا 8 معناها علامات. والافونسومون بالنسبه الى حد الان تقريبا اكثر من 50% بقليل، معناها تقريبا هكا لانه فما فتره صيفيه اللي ترخي فيها شويه الواردات، توا ثم رجوع معناها للتوريد. ان شاء الله من هنا لاخر العام نكونوا عملنا معناها افونسومون به ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا الحقيقه احنا كوزاره باش نشجع ونحفزوا الوكلاء على الاقدام على البرنامج هذايا، قمنا ببعض الاجراءات الاصلاحيه بما فيها معناها كما قلت لك تسقيف الاسعار، وقمنا زاده باعاده تقسيم الحصص اللي ما تمش انجازها من طرف بعض الوكلاء للوكلاء اللي عندهم معناها بيرفورمانس في المارشي، باش نوفروا اكثر عدد من السيارات الشعبيه للمواطن التونسي. سي فتحي بدور، قداش عندنا من تونسي في قائمة الانتظار اللي مقيد وباش يحب يتحصل على سيارة شعبية ومزال؟ والله احنا الاحصائيات هذه ما عندناش الحقيقة، هي عند الوكلاء، لكن العدد برامون معنا محترم، معنا العدد لأنه ما نجمش تحصر بالضبط، لأنه فما كما قلت لك التوانسة بصفة عامة يسجلوا في اكثر من علامه، يعني تلقى نفس الاسم سجل في 3 4 علامات. ولكن فما الحقيقه نحن حاسين انه فما قائمه انتظار نجم تكون قائمه مهمه. لكن هي الاشكاليه عند الوكلاء، معناها اذا كان عندهم فما معناها، لان هو برنامج اختياري، اذا كان فما اصناف شعبيه
جديدة وإلا فتنويع في الأصناف الشعبية، احنا نشجع عليه باش الصنف هذا يتوفر باعتبار الأسعار بتاعه اللي هي أسعار معناها تعتبر بريفيليجي بارابور للأصناف الأخرى حتى الأصناف المماثلة بالنسبة لنفس الصنف معناها. وقديش هي مدة الانتظار سي فتحي بدوك؟ كما قلت لك هي مدة الانتظار حسب الليست داتونت اللي هي عند الوكلاء، الحقيقة ما تكونش أقل من 3 سنوات تقريبا هكاك إذا كان نشوفوا تيوريكمون، لأنه يعني فما بعض الأصناف اللي فما بعض المواطنين اللي توصل معناها يوصل الدور نتاعه، لكن في الأخر يخير إنه يستنى العائمة الأخرى لأنه يرى فيها معناها عنده تجربة عليها، وإلا يخيرها كعلامة ينجم كسيارة ينجم يستعملها في الطريق. الحقيقة هذه يمكن عند الوكالات نجم تاخذ انفورماسيون معناها أكثر دقة من الوزارة. شكرا لك سي فتحي بدور، مدير ومكلف بمهمة بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات، شكرا لك لكل التفاصيل اللي مديتنا بهم. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا اميره برشا معطيات اليوم، حاولنا نرجع على السيارات الشعبيه، قدامنا اهم المعطيات هكاك باش تلقاو من بعد الفيديو اللي باش تلقاوها اللي سي فتحي بدور مدير ومكلف بمهمه بديوان وزير التجاره وتنميه الصادرات، فيها كل التفاصيل نتاع الحوار نقطه بنقطه. اذا حكينا على السيارات الشعبيه، حكينا على مده الانتظار تقريبا، حكينا قديش من عدد نتاع سيارات شعبيه، هل فما علامات جديده يا اميره؟ بالضبط بالضبط، وحكينا على حصة السيارات الشعبية اللي توردها كل عام وزارة التجارة. التفاصيل هذوما الكل، اللي انتريسي بالسيارات الشعبية ويحب يعرف التفاصيل الكل يعاود يشوف الفيديو على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم، فيها كل التفاصيل. مشكورة جدا على الحضور بحضنا، احنا مازلنا مواصلين معاكم في الشارع التونسي حتى لل 11:30 ل 95 999 687. أسوام الكري في تونس، شنو رأيكم فيها؟ هذه الشارع التونسي حتى لل 11:30.